الخطة ديال المغرب. هذا العيون مش دور الداخل احنا هنا فيها. سي هشومي، انت مخرج فيلم رجال الصحراء على خطى مربي الإبل في الصحراء، ونحن عشية الاحتفالات بالذكرى 45 لانطلاق المسيرة الخضراء. أعطينا فكرة حول هذا الفيلم وكيفاش جات الانطلاقة ديال هذا الفيلم وكم استغرق في التصوير وفي الانتاج ايضا. اوكي جميل. الفكرة يعني هذا يعتبر اول فيلم اللي كان عملوه هنا في المغرب يعني. والفكرة جاتني لانه انا من ولاد بنت سبع، انا صحراوي، وكانت عندي واحد العمة الله يرحمها، يعني هي عمة الوالدة اصلا ماشي، ولكن وكنت مفتون بهاد السيدة هادي، ولان هي كانت تهضر الحساني، كانت تقول الشعر الحساني، وكانت تحكي لنا على عادات وتقاليد ولاد بنت السبع. وكان دائما هاد فكرة انتماء ولاد بنت السبع دائما حاضرة عندنا في البيت. وانا في ألمانيا يعني كان يعني جات هي صدفة، لأنه كان واحد صديقي اللي هو كذلك مخرج ألماني اللي هو في الأفلام الوثائقية، وكان اقترحت عليه اللي هو أندرياس فوغت، واقترحت نديرو شي حاجة مع بعض. قال لي عندك فكرة؟ قلت له نشوفوا شي حاجة على ولاد بن سبع. أنا كان دائما تثيرني الفكرة هذه، وبالفعل هي هذيك كنا في درنا غوشيرش، درنا يعني الفتره تاع هذاك خدت تقريبا 6 شهور. من بعد انا جيت كذا مره لوحدي والتقيت مع لقيت في الاخير هذا الامام ومولاي وهذه العائله اللي صورت معها، واللي كانت طبعا كانوا بروتاغونيس يعني كانوا ابطال في غايه الروعه. واكتشفت شي حوايج اللي كانت العمة تاعي ديك الساعات الله يرحمها كانت تحكيها. فكان هذا يعني كان علاقة شخصية طبعا هنايا. عطينا فكرة حول الفيلم، شنو كيناقش بالضبط؟ حنا من العنوان ديالو على خطى مربي الإبل في الصحراء، لماذا اختيار هاد مربي الإبل؟ شنو هي دلالتهم في الترحال وفي العادات وفي التقاليد؟ هي الفكرة أو يعني مربي الإبل أو هما بدو هاد البدو هادو اللي تعيشوا على الترحال من منطقة لمنطقة، وعندهم الإبل عند الإبل طبعا عندهم مكانة عالية عند هاد المجتمعات. هاد ثقافة الإبل أو الرحل هي ثقافة اللي كترجع بنا لمئات السنين الوراء، يعني ماشي جديدة. فالفكرة طبعا كانت أنه كيفاش هاد الناس هادو تعيشوا الآن مع هاد المراحل اللي هي التطور اللي كان عيشوها في العالم الحالي يعني الجديد. يعني هل هاد الثقافة غادي تبقى؟ ما إلى متى؟ كيف تحولت كيف تغيرت هاد الثقافة هذه تاع ثقافة البدو ثقافة الرحال إلى آخره. وهنا فين كانت الفكرة طبعا أنه ناخذ يعني حتى على مستوى الأبطال، كان الأبطال كانوا تيشكلوا لنا 3 أجيال. يعني الجيل القديم اللي هو الجيل الإمام اللي هو كبير في العمر، يعني اللي هو البطل تقريبا الرئيسي. هناك جيل ثاني اللي هو لانه هو عم مولاي اللي هو البطل ثاني الجيل ما في حدود الـ40. وهناك الجيل الصغير اللي هو طبعا تمثلو ذاك الشاب الراعي اللي هو. فعندنا طبعا هنا 3 اجيال في الفيلم، وكل واحد كيفاش كينظر لهذاك الحياه تاع البدو. الرابط بينهم طبعا هو الحياة والإبل والعيش في الصحراء، وكيفاش أنهم داك الصراع، لأن كان صراع ضد الطبيعة، صراع يعني الصحراء، العيش في الصحراء ليس بالسهل، لكن فيه جمالية خاصة وفيه قوة، عنده قوة تتميزه. فكان هذا أظهر هذه المسألة هذه. كذلك الجانب الثاني هو الجميل في الفيلم كذلك هو وهذا كرابط عندي يعني كان ضروري أن نبينه في الفيلم، هو كيفية أنه هوية هاد الناس هادو، الهوية المغربية لهاد الناس هادو اللي هي كتمثل في كذا حاجة، اللي هي كتمثل أصلا كذلك منذ قرون، يعني ماشي أولا، يعني ولاد بن سبع ملي تتكلم على هاد القبيلة تتكلم على قبيلة على 500 عام،
وايضا حتى امتداد جغرافي كبير من موريتانيا الى المغرب. تمام، وهناك امتداد، وهذا الامتداد كذلك حنا ظهرنا في الفيلم ايضا، يعني انه هناك امتداد طبيعي يعني، وايضا علاقات عائليه مصهره بين العائلات الموريتانيه والعائلات المغربيه، يعني الى حد ان هذا الترابط لقيتيه او لا بينتيه في الفيلم من خلال ماذا يعني؟ واش هناك الفيلم الوثائقي لو لاحظتي الفيلم هو ليس فيلم تسجيلي، يعني ليس الفيلم التسجيلي اللي هو هذا صعب، بل هذا فيلم وثائقي. الفيلم الوثائقي يعتمد على ما هو على دراما، على دراما هذا على على ابطال واقعيين. اه تمام، يعني هو في فيكسيون ولكن تكون فيلم في يعني بابطال واقعيين وباحداث واقعيه. اللي كنتكلموا على الابطال واقعيين والاحداث واقعيه، ما كتلقاش صعوبه في يعني في تبليغ الاخر لهذاك الشيء اللي بغيتي؟ هنا لازم هنا علاش لان خدنا لو قلت لك الفيلم خاد تقريبا سنه، هذا بدون الفتره تاع البحث، فلازم وضروري يعني انا كان بحثت على الابطال، كان بحثت على اشخاص اللي انا ممكن نتعامل معاهم. هذا البحث هذا اللي هو تيدوم منين كنلقى دوك الناس اللي ممكن نتعامل معاهم، لازم تربط معاهم علاقه، وهذه العلاقه ثقه مهمه جدا في الفيلم الوثائقي. بدون هذه العلاقه الوثيقه الوطيده بينك وبين كمخرج و البطل تاعك، لن ينجح الفيلم الوثائقي. فهذه مهمه اساسيه جدا، والحمد لله وصلت لها، يعني انه وصلنا بالفعل انه كان علاقه لا، وهذا تظهر في الفيلم. من خلال الفيلم كيبان انه عندك جوج الابطال، عندك بطل بشري اللي هو الانسان، وايضا الحيوان البن. تمام. يعني كيفاش جمعتي؟ واش ما كانش صعوبات ولا اكراهات باش، لان حتى الابل حتى هو بين قوسين بطل في الفيلم. طبعا لا ماشي فقط، يعني الابطال اللي كانوا هناك كان الانسان وكان الابل وكانت الطبيعه الارض الارض كذلك اللي هي فاعله تما وموجوده وحاضره. الابل لا يمكن، يعني الابطال تاعي اللي هو مولاي وامام وهذا، والابل هما شيء واحد، يعني هناك علاقه وطيده بينهم، يعني وهذا هو الجميل، وهذا هو اللي خلى كذلك الابل حاضر، يعني ضروري يكون حاضر، ولكن خلى كانه كما قلت بطل ثاني في الفيلم، وهذا كان بالفعل كان يعني نجاحنا في علاقتنا مع الامام هذا، هما اللي قربونا ايضا لهذيك الحياه، او قربنا البطل الاخر اللي قلت عنه هو البطل والابل، يعني لانه من خلالهم بالنسبه للفضاء التصوير الشيء طبعا كتكلموا على مربي الابل وما خارج المدار الحضاري المدن واحد مئات الكيلومترات، واش ما لقيتيش صعوبات مثلا مناخيه من حيث التصوير ولا من حيث؟ كانت صعوبات لانه وهذه كذلك سجلناها في الفيلم كذلك، يعني 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 الفيلم هو بالفعل عايشنا حياه هذوك، لكن لازم نبينوا او نوضحوا ما يعيشه ذلك المربي او ذلك البدو، كيف يعيش، ما هي التحديات التي يواجهها كل يوم، كل يوم وكل كل ليلة وكل لحظة يعني لك، وكيف أنهم مع ذلك يختارون ذلك العيش، يختارون هذاك التقى، يختارون عن 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 حب وعن يعني عن كما نقول هما اللي باغين، هما يعني عن حب، يعني ماشي مكروهين يعملوا هذاك. بالنسبة للفيلم غادي يتعرض الأسبوع المقبل في القناة الثانية، وفي القناة الثانية هذا تتويج اللي ما عرض أيضا في قنوات أوروبية، كيف ممكن كان الصدى ديال الرأي العام الأوروبي أو العالمي في العروض السابقة؟ طيب الفيلم طبعا عرض وماشي كان ماشي أولا من بين نعطي واحد، لأنه الفيلم ما كانش سهل أننا ندوز في قنوات أوروبية بهذا الشكل هذا، يعني كان لازم كان هناك احتكاك وشد وجذب وكان صراع وكان كذلك انه نحاولوا نوصلوا اسميتو، وكان كذلك حتى على مستوى الانتاج، حتى على مستوى الانتاج انه المنتج تاعي في المغرب رشيد بوتونس، اللي طبعا ايضا
لانه لازم انت تتعامل اول مره اول فيلم يظهر على الشاشات الاوروبيه عن الصحراء المغربيه، ولا اول مره لا تذكر يعني اطلاقا ان نتكلم عن صحراء جنوب المغرب ولا نتكلم عن الصحراء الغربيه او كما دائما هم يعتمدون هذا الاسم. وهذا كان عمل كان ماشي سهل انه نوصلوا لهذه القضيه. وقوة الفيلم او قوة التصوير اللي عملناه وقوة الخدمة خلاتهم انهم يقبلوا، يعني في اخر المطاف انه كان لازم تكون هاد الشكل هذا بهذا. طبعا كانت تمريرات في داخل الفيلم اللي هما اللي كانت انا متعمدة ايضا يعني. ونجحت الفيلم لقى صدى داز في ارت اللي هي قناة، طبعا ارت اللي هي قناة الفرنسية الالمانية المشتركة، واللي هي قناة من أهم القنوات طبعا الأوروبية. يعني لما نتكلم عن أغتا نتكلم عن قناة مميزة جدا، وقناة ما يسمى بالأنتيليكتويال، يعني في لاقى نجاح جيد جدا في هذه القناة هذه. بعدها مر الاس في ار اللي هي القناة الألمانية، بعدها القناة السويسرية، وغايد يمر يعني هناك مجموعة قنوات أوروبية مهتمة بالفيلم. وهناك عندنا موزع اوروبي، يعني عندنا موجود موزع للفيلم، وهذا غادي اكيد غادي نشوفه في قنوات اخرى عالميه بغير خارج نطاق اوروبا. الفيلم لقى نجاح كبير في ارت ولا حتى في اس في ار، لانه كان ما بين العشره الاوائل في ارت، وحقق غير في ارت في خلال تقريبا شهر واسبوع او اسبوعين حقق مشاهدات تقريبا نصف مليون مشاهده، وهذا شيء يعني مهم جدا. وكيف انهم بعد الناس اللي كتبات التعليقات الايجابيه، وطبعا كانوا ردود فعل تاع البوليزاريو اللي هي كان صدمه بالنسبه لهم، لانه كان هذا هو السؤال، لانه الان بدا الصراع بين قوسين بشكل ثقافي. احنا كنشوفوا الانتاجات ديال الخصوم الوحده الترابيه، وكيفاش كما قلت كيوزعوا واحد الخطاب اللي هو معادي الوحده الترابيه. انتم اقتحمتوا هذه المجالات السمع البصري في اوروبا، يعني شنو هي واش فعلا لقيتوا شي مواجهه من قبل الخصوم، لا من قبل الجزائر ولا من قبل البوليساريو؟ ردود فعل البوليساريو كانت رسائل ضد ارت وضد اس في ار، كيف انه هذا الفيلم يعرض، لانه ما كانوش باغيينه يتعرض، لان الفيلم طبعا لو شفتوه كان خطاب سياسي كذلك داخله، يعني خطاب سياسي وكان هذا موجه. لو الواحد شاف الفيلم وحلله عملت كذا، يعني ان كون ان الامام يعمل وهذه كان صراع كبير او كان حديث كبير بيني وبين المنتج، لان كان المنتج الفرنسي وكل التلفزيون لا ارت ولا اس في ار اللي ساهموا مولوا طبعا الفيلم كذلك، كيفاش انه نبينوا المكان فين، لان لازم انت لازم تعطي المكان عندك الابطال هذا لازم تعطي. فكان اقتراحات منهم اللي رفضتها انا، قلت لهم انا هكا لا نتعامل. فكانت الفكره، قلت لهم انا سوف اخذ الفكره، هي كانت انه نعطي الامام انه يرسم لي على خريطه المغرب وحدد الموقع تاعنا من خلال هذه، وهذه كانت جيده. وكانت كذلك كذا اشياء اللي خليتها طرحتها في الفيلم عن عمد، يعني دخلتها في اطار الفيلم بكون انه تكون يعني كيف الهويه تاع، لان الناس يعني الناس اللي هما ولاؤهم لا الارض ولا طبعا المغرب كجغرافيا تمتد من الشمال حتى الحدود الموريتانية، يعني لا نقاش فيها. وكان طبعا هذا ناجح، وهذا ما أغضب. وكلمة أنه لا تتداول الصحراء هناك المغربية كصحراء غربية، هذا أغضبهم كذلك. طيب سي هشام، ايضا واحد السؤال كيتطرح هو مثل هذه النوعيه ديال الافلام الوثائقيه الكبرى كتطرح الاشكال ديال الانتاج، ودائما المنتج يفرض شروطه. اعطينا اولا شكون هما المنتجين، وكيفاش حاولت توفق بين هاد الشروط ديال كل منتج، وكل منتج عنده خلفيه معينه في قضيه وطنيه. هو الانتاج انتاج مشترك ما بين مغربي الماني فرنسي تقريبا، يعني
المغرب عندنا المركز السينمائي المغربي، ومن الجهه الاوروبيه عندنا القناه ارتي الفرنسيه الالمانيه، وعندنا القناه اس في ار اللي هي القناه الالمانيه. وطبعا هذا المشوار تاع الانتاج ما كانش سهل في حد ذاته، لان كان هناك عراقيل. كانت العرقله اولا انه بالنسبه لما هو الماني، انا ما عندناش اتفاقيه ما بين المغرب والمانيا فيما هو انتاج مشترك. هذا خلى العمل يزيد، يعني كنا ننتظروا بحيث انه لقاو شركه فرنسيه منتجه اللي تاخذ المشروع باش ممكن تجو الفيلم، اللي هو يعني عمليا ما كانش خصنا كاع نوصلوا لهاد علين. طيب يعني حنا قينا شركه فرنسيه اللي هي خدت بزمام انها تكون هي المنتجه، شركه الانتاج اللي تتعامل معها شركه الانتاج المغربيه. الشركه المغربيه كانت لي فيلم دو باساج لرشيد بوتونس، وشركه سي بي الفرنسيه طبعا بدعم من ارت و اس فيغ، هذا هو اللي سميتو. طبعا وكانت مشاورات كبيره، وكانت هذا، وكان طبعا من الجانب المغربي الانتاج المغربي انه كان في العقد اللي درنا مع فرنسا مع المانيا انه لا تمس بالوحده الترابيه الى اخره، يعني ما كاينش ممكنش ماشي انه لا على مستوى الصوت لا على مستوى الصوره الى اخره. وهذه بجانبها كانت طبعا محادثات بيني وبين المحررين لا تاع اخت ولا تاع اس فيغ اللي طالت في هذا الاتجاه هذا. ولما شافوا ان هو قوه المشروع او قوه الفيلم اللي خلاتهم بالفعل انهم يمشيوا ويتنازلوا، لان بالفعل الفيلم لما عملنا الاكسبوزي يعني ما كتبنا السيناريو وهذا واعطينا لهم كانوا معجبين به بزاف، والشخصيات قويه بزاف، فهذا خلاهم انه يعني الى حد كبير انهم يمشيوا بالشكل اللي بغينا حنايا، لا انا كمخرج ولا كذلك. طبعا كنستحضروا واحد الامر ديال وزاره الثقافه اللي كانت في اطار تشجيع ديال الثقافه الحسانيه، واش حتى هذا الفيلم داخل في هذا الاطار؟ الدعم هو من دعم سكون ابل لو فون حساني، اللي هو اصلا تاسس على اساس التعريف بالثقافه والتراث الحساني. وهذا الفيلم هو انا لا اعرف المده اللي متى تم تاسيس هذا لو فون، ولكن هذا اول فيلم تقريبا وفي الشروط، لان ما معناه كان هذاك الفكره تاع هذا لو فون هذا هو الفكره ان نبينوا ماشي لهنا في المغرب اللي يبقى الفيلم في المغرب، ولكن انه نحاولوا نتجاوزوا، يعني نحاولوا انه نوصلوا للمشاهد الاوروبي، نعرفوا بالثقافه المغربيه والحسانيه في عند الاخر الاوروبي اللي هو تيجيه بزاف تاع الاغلاط والمغالطات الى اخره. وهذا هو اول فيلم توصل للمشاهد الاوروبي عن الصحراء وعن العادات وعن مغربية الصحراء وعن دوك الأبطال اللي هما من ولاد بن السبع وكيف أنهم ينتمون لهذا البلد. هذا هو الخطاب اللي وصلهم وجمالية المنطقة وأساسي كذلك، وهذا مهم لأن بزاف تاع المغالطات تما أنه هذه منطقة حرب و و و، بينما حتى أنا جا معايا لو كاميرامان يعني مدير التصوير اللي هو مدير الماني تصوير الماني، وشفنا واضح في الفيلم ما هي الهدوء، ان كيفاش انه نقطعوا مئات الكيلومترات بدون اي هذا التعلم شي امور، واش ممكن يفتح لنا الباب ديال غتبقى دائما في اطار الاخراج ديال هذيك الفضاء او المجال الصحراوي، او كاين شي مشاريع اخرى من هذه الافلام الوثائقيه؟ لا طبعا كاين مشاريع اخرى، ولكن اكيد غادي نرجع لتما، اكيد غادي ندير فيلم اخر على الثقافه الحسانيه وعلى الناس تاع الصحراء اكيد، لانه لم كي تنقولوا باقي ما شبعت، لم احس بان هذا الفيلم صافي دار داكشي اللي باغي انا، لا باقي عندي ابواب مفتوحه
غادي نرجع وغادي ان شاء الله ندير افلام اخرى. هذه الابواب المفتوحه اذا اللي تكلمتي عليها سي هشومي كتطرح ايضا واحد السؤال الى اي حد، انه مثل هذه الافلام واخا هي ماشي افلام يعني درامات ولكن وثائقيه، يمكن الاستفاده من الطاقات المحليه ديال الفيلم الوثائقي. احنا للاسف الكثير لا يعرف ما معنى الفيلم الوثائقي ولا قوه الفيلم الوثائقي. يعني انت الفيلم لما تتكلم انا اخترت الفيلم الوثائقي، ممكن نعمل كذاك فيلم روائي، ولكن الفيلم الوثائقي عنده قوة خاصة، عنده قوة أنه ما يحدث وما يجري وما يقول ذلك البطل هو حقيقة، هو واقع، هو ليس مفبرك وليس من خيال الكاتب السيناريو. مع أنه أحيانا كيجيني أنا أنه شي حوايج اللي تقولها وتعملها تتجاوز خيال المبدعين، أنه بعض الجمل ما يمكنش واحد يكتبها. يعني ديك الفكره ديك التصور انه الامام يجي ويبدا يهضر بوحده هو في وسط داك الطبيعه بداك الشكل، ويجي داك الجمل عنده ويتكلم مع الجمل ويعطي، يعني لو كتبت سيناريو ما غاديش نتخيل هذا المشهد هذا بهذا الشكل هذا. فقوه الثقافي، قوه الوثائقي، قوه في كل مجالات حتى في الخطابات السياسيه ايضا طبعا. وما اتمنى انه هناك طبعا في الجنوب هناك طاقات شابه، وهذه الطاقات الشابه لازم نعطيوها هذا سميتو الفيلم الوثائقي. في اوروبا يدرس في كل اول ما يدرسه المخرج الاوروبي او حتى في روسيا او هو الوثائقي. الوثائقي هو الأساس، هو أساس أنني ممكن يبقى يوليو عندنا مخرجين جيدين حتى في الروائي ليس فقط الوثائقي. هناك طاقات في الصحراء، هناك طاقات يجب دعمها، يجب أنها تكون نكف معها، ويجب. فأتمنى أنه كانت الفكرة أنه يعني وكان اهتمام، لأن أنا جاوني بزاف تاع يعني يا سواء مكالمات سواء ايميلات انه الناس اللي باغا تدير شي حاجه. فاتمنى مثلا الواحد يدير يقوم لهم بوركشوبس يعني فتره تدريبيه هناك الوثائقي، لانه بالفعل المنطقه غنيه بالمواضع، غنيه بكذا حاجه، وهناك طاقات شابه اللي الواحد المفروض وعندها اهتمام في المجال ومفروض انها تدعم. أستاذ هشومي شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام شكرا، وأهلا وسهلا ومرحبا وإلى اللقاء.